الجزاء بضربات الرأس هيخلص المواقف الهجومية. حسن كوندي بيقول للكابتن مختار استنى شوية علينا واحنا هنخلص. شفنا المشهد اللي فات، اتنين لبتروجيت واحد لطلائع الجيش، ويراجع ايريك بيكوي. ادي العرضية وعلى طول ايريك انقض عليها زي الصقر، الراجل كان عايز يقطع الشبكة بعرضية نموذجية من اسامة محمد، اكتر من 60-70% من الهدف. وفي ظل عدم الرقابة جوه منطقة الجزاء اتحرك الراجل حلو، والاتنين هو رايحين لسه احمد ابو مصطفى وليد اصلان للمرة الرابعة الهدف الجميل في لقاء النهاردة ممتع فعلا من فرقتين من الفرق اللي هنقول عليها كبيرة فنيا حتى لو ما كانتش كبيرة في التاريخ. على طول يستلم مرة تانية التعادل، وبيحاول تقصير المسافة والزمن ليصل الى المرمى، ويحاول بيحاول يأثر المزابة والزمن وفعلا أثرها بشوطة، إيريك يسجل الهدف اللي يريح الجمهور ويريح بتروجيت. إيريك يسجل الهدف، وفي تغيير، عاهد بينزل، عاهد عاوز ينزل لكن لسه طبعا المباراه ابتدت او اللعب ابتدى، واستاد عاصمة فتاح استأنف اللعب، لكن هنشوف عاهد عبد المنير عاوز يلعب لكن بدل مين لسه هنشوف. بص ازاي بعد ما انت اعلنت وقت بدل ضايع في الوقت ده، وهوب الوقفه دي فيها وقت ضايع. طب ايه الحكم بقى هيضيف الوقت الضايع ده تاني بعد ما ادى وقت بدل ضايع؟ ده السؤال بقى، ودي علامه الاستفهام. انا كحكم دولي بنقول الكلام ده، ادي الوقت ده وقت ضايع، الوقت ده اللي وقت فيه المباراه وقت ضايع، هل الحكم هيضيف الوقت الضايع ده ولا لا بعد ما ادى الوقت الضايع في الدقيقه 86؟ علامه استفهام وللعلم فقط. اهي ونشوف الكرة بقى تاني، ونشوف الكرة الجميلة، وهو ما استناش ايريك وسجل الهدف التاني. مفيش كلام، مفيش فصال، وهو ده اللعب. يبقى اتنين.